عاوز اقول لحضراتكم مع اول ضوء، يعني احنا دلوقتي وصلنا للمنطقه المعلومه اللي فيها المهمه يا فندم، مظبوط؟ اه تمام كده وصول. وديت بتعتبر ثلاث مناطق، عزبه عصرانه، عزبه حماد، الحوطه الشرقيه. طبعا الحوطه احنا عديناها، موجودين دلوقتي في عزبه عصرانه. الثلاث مناطق دول هي تعتبر جزيره برضه، عشان حضراتكم تبقوا عارفين ما كانش ينفع الوصول ليها الا من خلال المراكب في النيل، لانها بتقع في المنطقه الحدوديه بين محافظه اسيوط ومحافظه المنيا. الوصول ليها صعب جدا، اما بالمدرعه زي ما حضراتكم شفتم، او من خلال نهر النيل، مأوى لتجار السلاح والمخدرات والخارجين على القانون. يا فندم احنا سامعين دلوقتي اطلاق نار سياده اللواء خالد. اه تمام، عشان في تعامل مع العناصر الخارجه عن القانون حاليا. تمام، من خلال المدرعات التانيه. اه تمام كده. طيب احنا هنقدر ننزل ولا سياده العقيد ناصر؟ يمكن احنا سمعنا دلوقتي صوت ضرب نار. هو في احتمال هروب بعض الناس لناحيه الجبل، والقوات حاليا بتتبادل مع اطلاق النار ان شاء الله، وربنا يسهل ويطمن عليهم ان شاء الله.